الذين يجتهدون في ليلة 27 أخذوا فرصة واحدة وتركوا الفرص الباقية، لأن مذهب مالك في العشر الأواخر إما أن تأتي في الأشفاع أو في الأوتار، يعني ممكن تكون ليلة 20 أو في 22 أو 24 أو 26 أو 28. مذهبنا الشافعية أنها يعني أرجحه أن تكون في الأوتار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسوها في أوتار العشر الأواخر. الشافعي رحمه الله رجح أنها في ليلة 21 أو 23. فإذا الذي يجتهد في ليلة 27 أخذ بفرصة وترك باقي الفرص. الأصل أن الإنسان يجتهد في العشر الأواخر جميعا حتى لا تفوت هذه الفرصة عليه.